أوقاتكم بالمسرة وبالمحبة مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم وأينما تواجدتم على زوايا وجنبات أرضية ملعب مدرسة عبد الرحمن فقيها النموذجية. عظيمة الاتصالات بتعود الكرة من جديد، المحاولة موجودة الآن، راح نتابع محاولة موجودة، لكن بعد ذلك ماذا؟ 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 الله 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 على الفرصة الماضية. خالد يأمر بتنفيذ الخطأ من مكانه الصائب والصحيح، خالد يتقدم، خالد محمد، الله 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 الله، يتسلل من خلف المدافعين وحضرت راية المساعد الثاني إبراهيم الهاجري، وبالتالي أنس التراوري إلان حتتابع وحنشوف. الله 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 الله، ماذا هناك؟ هل الهدف سيحتسب؟ راح نتابع الآن، هل الهدف سيحتسب أم ماذا؟ الآن حتتابع، احتسب الهدف، 1-0 النتيجة، الآن حتتابع، 1-0 النتيجة، سنتابع الآن النتيجة، 1-0 1-0 النتيجة. واحد صفر لجامعة أم القرى. أنس يتقدم الآن، الآن حتتابع، الآن حتتابع، راح نشوف الآن، الآن حتتابع. نعم جامعة أم القرى يتنازلون عن الهدف بعد. نعم أنس، أنس ما كان في وضعية الانتباه، أنس ظن بأن الكرة كانت تمريرة، لم يدرك بأن الكرة عانت من أخلاق وروح رياضية. وبعد ذلك جامعة أم القرى يتنازلون عن الهدف، وأنس يعتذر من لاعبي الأمن العام بعد ما سجل هدف. نعم ما كان منتبه أنس، هي كانت واضحة، أنس ما كان ملعوبة في الأمام، بترجع من جديد على طول المفرجي خالد المفرجي. الله 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 الله، حلوة من المفرجي. ماهر عثمان أخذ مكانة في التشكيلة الأساسية، ومعها مشاهدينا متابعينا الأعزاء حكم اللقاء الكابتن إبراهيم السيد. الاتصالات وجامعة أم القرى هنا في بطولة الوحدة أبطال مكة، شوط أول تركناه بتعادل إيجابي، 1 للأمن العام، 1 لجامعة أم القرى. الآن الشوط الثاني في اللقطة الماضية عادت الكرة عند الساري، راح نتابع إلى خالد محمد على طول نقلة. أوهو 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 أوهو، هي لعبة لعيب، هي ولعبة واحد حريف، هذا لعيب، هذا حريف، هذا موسى الصاروخ، ياهي حطة، ياهي لعبة، بروقان، بهدوء 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 حطهم. نعم الصاروخ حطهم وسجل الهدف الأول للأمن العام. ياهي لعبة، ياهي لعبة حريف. حاضر عاصم قاضي وأيضا كذلك فيصل الحربي، فيصل فيصل، الله الله على اللعبة الماضية، على تكون من جديد. المحاولة قائمة، اللمسة موجودة، اللعبة حاضرة، هذا نايف ساري، عاصم قاضي، عاصم تراوري، جول 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 جول. نعم التعادل، نعم التعادل، التعادل اكتب عن طريق العمري، عن طريق السعد. نعم سعد، يا سعد يا سعد يا سعد يا سعد، السعد يدرك التعادل لجامعة أم القرى، 2-2 النتيجة. يا الله 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 الله، نعم هدف جميل، هدف جميل، هدف جميل، هدف جميل. عاصم قاضي، اسلوبي لعاصم، عاصم لماهر خاطية، هذه وحدة، هذه وحدة، هذه جول 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 يا نايف جول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ها ها ها، ياك على فرصة. بتعود الكرة من جديد الآن، يا 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 الله، الخبر
بعد ضغط كان متواصل من اليامعة ثم الكرة بدون استغلال أتى الجيت ابني واحدة هرب وركض وشلد وراح 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 وحطها في البعيدة لبسام أبو لبن وسجل الجول الثالث. نعم سعد وقف هذا سعد وقف هذا سعد بعودة لمسة لعاصم قاضي عاصم بعرضية يا سلام يا سلام يا سلام الله اللهك على اللحمة الماضية حلوة في الأمام إلى حتى تابع المحاولة موجودة نقلب في الأمام أنا ستراوري الله 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 قول 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 يا الله على اللقطة الماضية يا الله يا الله يا الله على اللقطة الماضية باشوف خطأ وكرة ثابتة خطأ وكرة ثابتة موجودة راح تتابع إعلان الجي تي يلعب كورة يا الله جول جميل 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 نعم قاضية قاتلة قاضية قاتلة أنهاها الجي تي خلصها الجي تي من كرة ثابتة باليسار ذهبت واستقرت وين رايحة للمرمى رايحة للمرمى رايحة بالأربعة نعم بالأربعة الأمن العام ينهي هذه القمة ويأتي بنقاط المباراة ويأتي بنقاط المواجهة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء حكم اللقاء إبراهيم السيد أطلق الصافرة وأعلن نهاية هذه المباراة بانتصار نعم فريق الأمن العام أنظمة الاتصالات على جامعة أم القرى.